التحدي الأول بسهرتنا وهو تحدي الانفراد بحارس المرمى ويلي هو اختصاص ضيفنا لليلة. كل لاعب رح يكون عنده بين 5 و10 ثواني لتسجيل بحارس المرمى، وممنوع التسديد من قبل خط نص الملعب. التحدي أخذه من الفريق الأصفر، اليماني من فلسطين، مني من المغرب، وقاسم من لبنان. ومن الفريق الأزرق أسميلي من الجزائر، زارو من الجزائر، وكسور من الجزائر. البداية مع الفريق الأزرق. جاهزين شباب؟ الكرة بملعبكم. التحدي الأول للأسبوع السادس ينطلق ولدينا لاعب إشبيلي ليتقدم. إشبيلي بالمهارة، يا سلام عليك، نجح في الكرة الماضية. الله على الذكاء، الله على السرعة والمهارة والتسديد، وبالتالي حصل على درجات من خلال الكرة الماضية. الكرة الثانية والمحاولة الثانية، إشبيلي يا 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 هدف جميل، هدف رائع من اللاعب إشبيلي، وفق من خلال هذا التحدي. برافو للاعب إشبيلي. ولدينا الآن المشترك الثاني من الفريق الأزرق وهو اللاعب كيسور. كيسور أيضا مش معقول إهدار هذه الكرة بهذه الصورة، وغاب التركيز من اللاعب، وبالتالي لديه المحاولة الثانية، يجب أن يعوض من خلال هذه الكرة. وهنا التقدم من كيسور، كيسور مطلوب أن يسجل لكن أيضا يفشل، وهناك استياء من اللجنة على اللاعب وعلى هذا التحدي اللي خاض. لدينا اللاعب الجزائري زروق. زروق هو اللاعب الذي يتقدم هنا. زروق يا سلام بالمهارة، مطلوب التركيز، يهدر الكرة الماضية، ضاعت. مش معقول أبدا أن الكرة الماضية ضاعت، وهنا لاحظ حارس المرمى كيف تصدى لها. مرة أخرى اللاعب زروق وهو يحاول أن يسجل. هنا زروق ينفرد بحارس المرمى ويسجل. يا لها من كرة، يا له من هدف جميل، ينجح فيه اللاعب زروق في تسجيل ذلك الهدف الرائع. الجولة الثانية هتكون مع الفريق الأصفر. لدينا الآن اللاعب اليماني من الفريق الأصفر. اليماني راح 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 آهن على كرة. يا يماني يا لعيب يا مبدع، هذا على طريقة الكبار يا يماني. لدينا المحاولة الثانية، يماني يحاول، يماني الآن أمام حارس المرمى، لكن تأخر وتباطأ في الكرة الماضية وضاعت عليه، راحت عليه الكرة الماضية. لدينا الآن المشترك المغربي، هو مني يتقدم بسرعة بالمهارة، مني لكن مني يهدر أول كرة، مني خسر أول محاولة، وبالتالي كان بالإمكان أفضل مما كان. لا يصدق أن مني خسر المحاولة الأولى. هنا المحاولة الثانية ومني يبحث عن هدف. مني لكن يا الله على حارس المرمى، وراحت أبدا مني، يعني مرفوضة من هذه الكرات. لدينا المشترك الأخير قاسم من الفريق الأصفر. قاسم يا 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 سلام عليك، يا هي كرة كوبري عملها، والكرة الماضية مرت واستقرت في الشباك. هذا هو قاسم، نجح بالمرة الأولى. بالمرة الثانية هنا التقدم السريع قاسم، لكن راحت عليه أبدا الكرة الماضية، لم تكن سليمة وصحيحة من اللعب. نتيجة التحدي هي 3-2 للفريق الأزرق. بلشين منيح، بداية حلوة ليك يا ناتالي وفريقك. لجنة التحكيم. It's a challenge about 1v1 against the keeper. And obviously that's the specialty of Mohamed Inia and obviously Ronaldo. By the way, I never seen any player finishing on goal like this guy, like this man in here. Never ever in my life. Thank you. Having said that, I was expecting yellows to win because they go all strikers. The three are strikers, and the blue team is one midfielder, one defender, and one striker. So I have to congratulate the blues and especially Smiley. You were fantastic, composure, easy finishing. You went for it and you did it. On the negative way, many. I was expecting a little bit more from you, to be honest, because normally you score more goals than that. Okay. Congratulations, Luke.
I was surprised too because the yellow team is everybody's strikers. But I think they run to the goal very confused, thinking too many skills. The blue team did the easiest way. That's why they won. And congratulate to defender Smith. Did it the very easy way. Congratulations for the blue team.